في أحكام السلب وقسم الغنيمة، يعني باسي السلب أكينو دعبش كرني غنيمة سلب بريتيا لو ما عليك لا لو أكلوا بلو أسبابيك لقل كافر دعاء مثلا لو دشت لو بيابانا بوا بشر لبيني مسلمان وكافر ها مثلا مسلمان شو بلين لو جهاده كافريكي كشتوها كافرك أصلح وشتي فيه كلو بليكي بيويا بد ببي دستوري إمام كافر من من قتل قتيلا فله سلبه سلبك هي أوى علي ومن قتل قتيلا أجر كسي مثلا قتيل يقبك شيء قتيل يعني من مقتولة أجر من مقتول به أبيت مجاز شن يعني هو بيعتبر هو باعتباري أوي كقرار بكجري باعتباري ما يكون وأكري قتيل بمعناي مقاتل به شن فعيل بمعناي مفاعل زورة مقاتل يعني جنجو باشا يعني أوي كا لقلتو بشر هاتو أقل كسي جنجو يتوتا مجاز نابه جنجو يقول شيء أعطي سلبه سلبك أدريت بفتح اللام سلبه خلاله بشرط كون القاتل مسلما بوشتك قاتلك لنا صفي مسلمان أنا مسلمان به نكزمي به مثلا ذكرا كان أو أنثى إسلام مسلمان كان يربيع مي بفرقناك حرا أو عبدا حر بعبد شرطه الإمام له أو لا إمام بشر قربان يقربه سلبش وسلب الثياب القتيل التي عليه أو الثياب اللي باسيه كلا برياتي أو والخف هو أي كلا باياتي والران بلي الران رانشيا وهو الران وهو خف بلا قدمين يعني خف ببي قدم أذاني شو أنا ران هاد لواني هاد لكردية باشا ران رانك يعني أويك لقلابها لقاتها لك يا شري ها لخفي بلا قدم تقريبا نا أوكو أولا نزل قلتو دولاخي دولاخ نا كلا باكش أويك إيكنا أويكنا بايان إيكنا عيريا ساق بند أو حالنا وهو خوف بلا قدم يلبس للساق فقط ها بساقه بجي وآلات الحرب وسائل شرك في به والمركوب الذي قاتل عليه أو والله خيك شري نسرك الدواء يعني سبلا تامي بيه مثلا أو أمسكه بعنانه حالنا يان بالي أو مركوبيك خوي يعني مثلا سري نبوة شركة ولا هوساركي قرتوها بدسيوه رايك يا شاوة أمسكه بني ليس قيدا بل مثله لو ما لو أمسكه غلامه مثلا حتى غلامك شيء والسرج زينك واللجام لغاوكين أو دمي ومقود الدامة يعني هوس رشوكي كبير رايك يا شي دابك والسوار سوار بازنة أو كافر نواما بازنة وشتيان طلع وشتها لقل والطوق طوق يعني ويكلا قردني هاتي والمنطقة ويكلا بشتي هاتي كمر بندوشتي وحالوي بشتي حل يومي ليا وعنام وهي التي يشد بها الوسط المنطقة ويكوانا وقي في أبسري والخاتم كالكوانا والنفقة التي معه أو كلو فليك لقلي هاتي بوشتي واش والجنيبة التي تقاد معه جنيبة ويكا بلا تنشتي خوي وهري أقريه تقاد يعني رادك يشري لك الخوايا أي في الأصل لأنه بسبيل من ركوبها وإن لم يركبها بالفعل وتاني تقاد يا أو جنيبة يك راك يشري لك الخوايا وكو ولا خوشتي وا وشي كلك راك يشري لك الخوايا أو أمانة أو شهر برأة كبير يلا بوشي بوش لقالي أقل لقالي راكي أشرين وخوش رأينك يا شيء كيت لقالي راكي شيء على شن لأنه بسبيل من ركوبها شن لسدد يا سواري بي حاربي وإن لم يركب ركبها بالفعل بأس فعل وإنما يستحق برام وانيها العوى بأساني خيرا وكان وإنما يستحق القاتل سلب الكافري إذا غر بنفسه حال الحرب باغي حال الحرب في قتله بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر أري نوك إسرقاقي أو قاتل أبو السلبي كافرك إذا غر بنفسه باشا زمانك يعني ارتكب غررا هرب نفسي خوي لحال شركة دا يابا نفسي أو كافرك كريتي غررك أنجام دا لحال شركة غرر يعني تقريبا وكوبلي زربيك
تاكتيكيك يا انك شلون بلم هنا زربيك غافلانه بيوي كترفك بزاني وانا حال بلم لا قتل كافر كذا يا هل بنفسي خوي او كابرا او كاربكا يعني مش معناك اذا غرب نفسي حال الحربي في قتله لقتل كافر كا بحيث يكفي بركوب هذا الغرري بجورك كافي بسواربون يعني بانجام داني او غرره كفايتي شي كربه شر ذلك الكافر شر او كافري كوتا كربه لسر مسلمانا فلو قتله وهو اسير او نائم او قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب له بس اجر مثلا كافركي كشتبه بحالك كافركا ديل بوبيه يا خوتوبيه او قتله بعد انهزام يا كشتبه دو اشكاني كفار يعني بشكل اشكاوى وقتها كشتبتي سلبينيه وكفايه شر الكافر كفاية شر الكافر جمع أن يزيل امتناعه يعني وكالة رفك أو امتناعك هيتي خنادا بدستوى أو لا بري كأن يفقع عينيه وقويك بجور فيه لبكا كشاوكاني تويركا أو يقطع يديه دستكاني بري أو رجليه قاتشكاني والغنيمة لغة بجلس الغنيمة غنيمة اللغة مأخوذة من الغنم غنمشي وهو الربح يعني قازان يعني دسكوت كواتا أما شرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار من كفار أهل حرب بقتال وإجاف خيل أو إبل ولا شرع إجدا بريتيا لو مالو دارا يسلوتيك حاصل يبو مسلمان لكافرانيك وكأهل شر بشر كردن حاصل بوا بتاوداني أسبو وشتر حاصل بوا أو وخرج بأهل الحرب المال التي تاوداني غاردان غاردي وخرج به الحرب المال الحاصل من المرتدين أو ما عليك المرتد كانوا بدأ زيو أجاب بيت المعلم سلمان فإنه فيء هو فيء لا غنيمة غنيمة هو أنت سكوتي به شر جاء وتقسم الغنيمة بعد ذلك أي بعد إخراج السلب منها غنيمة دابش ردوا كسلب كمان يذكر على خمسة أخماس أكريبا بنش قسمته يعني بنش دانة يك بنجم فيعطى أربعة أخماسها يعني شوار بنجمي ددري جا شوار بنجمي من عقارين ومنقولين شا أموالي غير منقول بوكو زمين وباخوش ديوا شا منقول بي اللي من شهد أي حضر الوقعة أدري بوكا سيكا حاضري واقع كبوة من الغانمين لو أنيكا غنيمتي عن بردوة بنية القتال من شر بابوة وإن لم يقاتل مع الجيش بالغ الجيش كش شرين كربي وكذا من حضر لا بنية القتال وهالبجرة قالك مسك سك حازب بلي بنيتي قتال لا دولة شرب وبتوج ولي وقاتل في الأسرى شرب وبتوجي هي وهي بنيتي قتالها تو شرب قسم النبوة هي وهي بنيتي قتالها تو شرب قسم النبوة ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال يعني هيش شيء بو هيش كسبو أو كسنية كحازر بو بلي دولة توابوني شركة ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه سهماني سواء قاتل أم لا ثلاثة أسهم سهمية ذاته يعني بو فارس يعني أسب سوار أويك حاضري وقع كبو وهو خوي لأهل قتال ولي بشي حاصل بو بأسبك حاصل بو كصفتي أسبك ويا مهيئة ما ذكره بو مشري لسر كري أسبك جاء كيف خوي دي شري سواء قاتل إذا شربك يعنيك ولي دوامة هاتوا بو شر كردن ثلاثة أسهم سهم السهمين لفرسه وسهم له دو سهمين بو أسبكي سهمك بو خوي ولا يعطى إلا لفرس واحد كابرا دو أسب داني سؤال بو داني جبدو خوي الراكي عشي لبرو يزوي دسكي بنا ما يكفر الزدري ولو كان معه أفراس كثيرة با وللراجل أي المقاتل على رجليه يعني بو كسي كالسر باي خوي شركة بيادية سهم واحد ونكسمية ولا يسهم إلا لمن أي شخص استكمل فيه خمس شرائط وأوسه مش نادر بهيش كسيك ما قال بكسي بشخصك بين شرطي تياها بيتا دي يك الإسلام مسلمان به والبلوغ يعني زمينه به بالغ به منال به والعقل عاقل به شاكا والحرية والذكور أوانيته جاء بس هيسك عنني هلا بالغ به ممكن كسي به يعني عاقل به عش بس الشيد نبي بالغ به وشي بالغ به دي كاتب منالك هاتو أو كاري كردو شون تو بينادي حالبي شايد هر إشارة بو أو كمنال بو شرنا بي
أو بخلافي أو أنك شريان بيك على هنا أو بياوا عبد الله كري عمر يا أو يا يكي ترى كم على منار بوين حزم أنا كر بالجهاد على شركة ما كان نحن بردي إيش تعب على غنين حاربين على هات لنا سلوى كنام لقال كير يجنا فريت أشوك ديار أول تملم جولة تربوه أو أشو أمانة وتمدي قربان بوش الفرق منه مثلا فلان كاس شيا بو أواشي من ناحية خوب زوران درختي من ناحية فرمي دي زوران قرنا قلت أو دام عرزة أو أخت توجبي على زوران قال يا قدام عرزة أخت مجال إجازة من شيء والله شن يا خوش عوا بلي براوي بو بعشقه يعني إنسان أو جورا هلو مرجعنا كريا كون يعني هلو فرستة بو أوي كإنسان خوي بس الخوا صاحوا كان لهمو جناح نجاتي بيه لهمو شتى بريتو أو جورش تانا أو جهاد زول مقدس ولا بري وجي ولا شو يعني خوي عم بكرين نقل خوا مثلا هر خيرك شر وعجا ودروس كيتو خلق بيبيك أو بري أو جهادكم الإسلام والبلوغ والعقل أمسيان والحرية والذكورية أمس فتجر عفرتيش إتى أوان مثلا عفردوك وظيفة يا وكو جهاد واجب نبوه لساني معافى له فإن اختل الشرط من ذلك أجر شرطك آلوان نهات دي ولنفرك هر جهادك يكردو شي لك رضيخ له رضيخ له رضخي بو أكره رضخي ولين بشكي بو داعن ريم بوشي على بو رضيخ له على لأنه ليس من أهل الفرض الجهادي لفرضي ولم يسهم له أي لمن اختل فيه الشرط وكذا إما لكونه صغيرا أو جابت لبرشي الشرطك مثلا يا صغيرة أو بلوغ نعتتدي يا مجنونة باشا عقل نعتتدي يا رقيقة حرية يا أنثاية ذكورت نعتتدي يا ذمية إسلامك نعتتدي أي رلخشي ورلخ لغة العطاء القليل يعني بشكي كم وشرعا شيء دون سهم يعطى للرجل أما لشرعا اشتيك ويا كم ترد سهمة دليت الراجل ويجتهد الإمام في قدر الرلخ بحسب رأيه إمام خوي اجتهادك لأن زير الرلخ بيور الرأي فيزيد المقاتل على غيره باشا فازأت عني مثلا بو مقاتلك زيادة لغير خوي بيبا باشا بس هيك يتر كم تريد بدا أم زيادة بيبا والأكثر قتالا على الأقل قتالا مثلا بدا زياد كابو او كسك شر دوت كردا لسر او كسيك كم تري شر كرد به مثلا مثلا او جماعتا كشر كان يعني اختلالها ومحل الرلخي الاخماس الاربعه في الاظهر ومحل محل مثلا الرلخ قال لك تامينك لو بين شو بالي اخماسي اربعه لو شو بنجمك يعني يك بنجمك يكرنا في الاظهر والثاني محله اصل الغنيمه ولا أوفي الأزهر وايا أما قولي دوا محلك كاك أصلي غنيمتك يعني هيش تعرف شو البنجمة كمان جانا كروتو وكشون أول سلبة كمان جا كده رالخ جا كينو جاء مراوية الوشكي ويقسم الخمس ها الخمس الباقي البنجمة كي ما أبو بعد الأخماس الأربعة بدو الأخماس الأربعة على خمسة أسهم أو شو كده بنجمة شو سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باش السهم شيء ليه كافي غمر دو خالص البي نعم وهو الذي كان له في حياته يعني أوسه ما بو في غمر بو لكاتك كزندوه أما يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين بلام دواي في غمر صلى الله عليه وسلم أوسه ما خرج كريبو مصالح مسلمان كمتعلق مسلمان كالقضاة الحاكمين في البوغو قاضيان كحاكم لولاته أما قضاة العسكر مثلا قاضي نظامنا فيرزقون من الأخماس الأربعة وأنا أخماسي أربعة عندريتي كما قاله الماوردي وغيره وكسد الثغوري مثلا بو بستني مرزكان بكار دبري وهي المواضيع الأوزانية أو خمس والخمسة كانت شنة كانت شوار درسات شن التولى بيش دا صد مثلا دا بشك بر بنش أبيت بيست دي بيستك يعني خمسي صد هيتر أي دي باشا أمجارة خمسي بيسيش أو شوارك وقوك سد الثغوريش وهي المواضع المخوفة من أطراف البلاد
مسلمين الملاصقة لبلادنا بريتيا لو شواناني كترسي عندها يا لا أطراف يعني لا طرف كان شوانا برا كان شواناني بري ولاتي مسلمانان وأوانيش كم ملاصقا تشاسبيون بولاتي إيمو زوجو تشين تشاسبيون بولاتي أفغانستان مثلا عربي. والمراد سد الثغور بالرجال يعني سد الثغور بالرجال أو رجال في بولي جركا وآلات الحرب وسائل الجنة ويقدم الأهم من المصالح فالأهم لأنه مصلحة قال ذلك كامي مهم ترى بلا وتوجب وأكري حاله يعني أهم لمصالح فيش داخلية بس مثلا أهم يكي ترى أو أما سأقر أول نبو أمره يا عمان التواكل أمره بو أهم يكي ترى لو أن ترى ذلك كاما مهمة أمره أود يعني أو. بل والسهم من يعني لا شعرك شنك أو يك بنجمك بيستكم وبيزل صدقك وكرم بنجم شعرك سامك إيه في غمر بوجورك بس ملك سامك شيء ذوي القرباء أي قرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خزماني في غمر دول خاص وهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم بنو المطلب يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير فرق في ناكري ذكر وأنثى غني وفقير أدريته ولي ويفضل الذكر يعني نيرينا بسرمينا باو أدري فيعطى مثل حظ الأنثيين فاز مذكر بقي بشي دومي أدريته وسهم اليتامى سهم اليتامى أدري المسلمين عربتا جمع يتيم وهو صغير لا أب له بس تشواليك كباوكي نبي سواء كان الصغير ذكر أو أنثى ذكر بيان سبع له جد أو لا جد بيانه ممكن كان رجل على جدي هي وكو برينو بيبع وقنية مثلا قتل أبوه في الجهاد أو لا باوكي للجهاد أكو جنعيان ويشترط فقر اليتيم وليحتي وككبيد ريشة فقير لنا نادري وسهم للمساكين سمج بمساكين دري وسهم لأبناء السبيل بو أبناء السبيل دا عنري وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام يعني توزي بل كتاب الصيام باسي أو دوانشمان كردوين موفق إن شاء الله.